تعالوا نبقى مع الأهلي لكن من جديد مع الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي. كابتن خالد أهلا بيك، مبروك بطولة جديدة هذه المرة في السلة. تأخير يا كابتن هاني، الحمد لله، الله يبارك في حضرتك. الحمد لله نحمد ربنا ونشكر فضله على البطولة دي. أكيد البطولة جاية بعد تعب سنة كاملة، مظبوط، شيء مهم جدا بالنسبة لنا. يعني بنحمد ربنا على احنا وصلنا، وربنا يكرمنا بإذن في اللي جاي، ربنا إن شاء كريم. الله. اللي جاي ده أفريقيا على طول، لا وقت للراحة، سفر سريع، إزاي شايف الرحلة اللي جاية دي كابتن خالد؟ والله بجد انا عذر عذر لعبتي جدا، لان ده الامور من بال دوري سوبر لفريق الاتحاد المحترم. الماتشات الاربع ماتشات اللي لعبوهم الاهلي والنادي الاتحاد اكيد قوه عاليه جدا، ماتشات البال قوه عاليه جدا. يومين وهيسافروا على افريقيا على رواندا، وطبعا اكيد مصابين ان احنا نكسب هناك. بقول لهم شد حيلكم، كل الجماهير وراكم وكلنا معاكم وعارفين وواثقين فيكم ان شاء الله ربنا هيكرمكم هناك، لان انتم مخلصين جدا للعمل السنه دي ومخلصين النيه. فان شاء الله باذن الله تعبتوا، وان شاء الله عقلكم ده مش هيجي وسط على حاجه كويسه باذن الله، وربنا يكرمهم باذن الله يرجعوا لنا بالكاس عشان يكون ان شاء الله باذن الله حسن الختام في السيزون ده باذن الله. الاستاذ العمري فاروق كان معانا من شويه واتكلم على ان هي تعتبر ارقام قياسيه، 17 بطوله من اصل 21 في النشاط الرياضي، فكيف ترى كمدير نشاط رياضي في النادي الاهلي هذه الارقام كابتن خالد؟ اكيد ارقام السنه دي ارقام مختلفه تماما عن اي حاجه، بس لازم اقول ان منظومه النادي الاهلي طول عمرها اداره الاخ بتشتغل بتخطط كلها مع بعض، مجلس اداره مع اداره نشاط رياضي مع اجهزه فنيه مع لاعبين، سيمفونيه كامله متكامله بتتعزف جوه النادي الاهلي من خلال كل الناس، تخطيط جيد جدا، كل الناس عدت دورها على اكمل وجه. هو ده اللي ادى للنجاح اللي احنا فيه كلنا النهارده وكلنا فرحانين بيه كنادي اهلي، كمجلس اداره، كنشاط رياضي، كلاعبين، كجمهور رقم واحد، داعم اساسي من كل المنصات المنصات الاجتماعيه، في نفس الوقت داعم من داخل الصالات وداخل كل حاجه ليهم. فيعني انا شايف من وجهه نظري دي منظومه كامله متكامله، ربنا اكرمك، كل واحد ادى دوره، عشان كده نجاح طلع بالشكل ده السنه دي في كل الالعاب. مظبوط. هو ايضا وجه رساله لفريق الطايره تحديدا، قال انتوا حققتوا بطولات لكن انا عارف ان انتوا زعلانين ولازم نحط ايدينا على الاخطاء، واللي جاي ما تبقوش زعلانين وهتبقوا بترجعوا للبطولات من جديد. وقلت له يعني في وسط الافراح بتركز في ده، قال لي انه لانه هم كانوا زعلانين فانا لازم ادعمهم. فازاي بتشوف ده وازاي بتشتغلوا على ملف الطايره يا كابتن خالد؟ بس بدعم فرقي كلها، بدعم فرقي الخسرانه قبل الكسبانه، لان فرق الخسرانه عندي بيكون عندنا اخطاء لازم نحطها على الورق ونشوفها كويس جدا، ونتكلم مع الناس المتخصصين ونتكلم مع مجلس الاداره ونطلع القرار، واكيد القرار ده بيكون في صالح النادي الاهلي. بشكرهم جدا على الموسم، فرق كره الطايره رجال وسيدات، بقول لهم اديتوا اللي عليكم. الناس زعلانه فعلا، عندها حق 100%، مفيش مشكله، لكن في الاخر بقول ان الولاد ما حاولوش ياثروا، مديرين فريق ما حاولوش ياثروا، ما حدش نزل الملعب عشان يخسر، عمل دوره، ما كانش فيه توفيق معاهم، لكن بقول لهم انتوا فريق الماسترز بتاعنا. أيوة. والماسترز ده بطولات كبيره جدا جدا في تاريخ النادي الاهلي، بطولات في تاريخ العالم في الكره الطايره. ان شاء الله الرجوع هيبقى سريع جدا جدا بيكوا ومعاكوا، ان شاء الله باذن الله هنروح في حته ثانيه. وبقول لهم ما فيش مشكله، مش اول فرقه بتخسر ولا اول فرقه بتخسر بطوله. أيوة. لكن لازم سريعا جدا كلنا مع بعض نتعاون عشان فرقه الطايره تروح حته، وهو ده الامل والمعتاد بالنسبه لفرق الطايره في النادي الاهلي. ببارك لك كابتن خالد مره تانية لحضرتك ولكل المنظومه الرياضيه في النادي الاهلي والاداريه، وبالتوفيق باذن الله في المرحله المقبله وتحديدا على مستوى افريقيا في السله باذن الله.